سبب وجود الطرد المركزي للجسم هو دورانه حول نفسه أو حول محوره. نعم هذا صحيح، ولكن من هو المسبب في دوران الجسم حول نفسه؟ ألم تسأل نفسك هذا السؤال؟ ألم تقل ما هذا الشيء الذي يجعل الكتلة أو الإلكترون أو الكوكب يدور حول نفسه باستمرار؟ كيف يمكن للكتلة أن تدور حول محورها وتحافظ على سرعة دورانها؟ السؤال الثاني، ما علاقة دوران الكتلة حول نفسها بطرد نفسها؟ يعني نحن سلمنا أن الدوران المحوري هو الذي يصنع الطرد المركزي، ولكن من الذي يجعله يدور؟ وهذا أيضا سؤال كبير وجب شرحه أولا. إذن سوف نبدأ من مسبب الدوران المحوري للكتل. السلام عليكم. نحن نعلم أن التابع يدور حول نفسه ويدور حول المركز، وأيضا المركز يدور حول نفسه وحول مركز آخر. وفي الحقيقة التي أصبحت واضحة أن كل شيء يتحرك ويسبح في الفضاء، لا يوجد شيء ثابت ومتمركز في إحداثية فضائية، وحتى الإحداثية تتحرك. نحن قد تعلمنا سابقا أن الأجسام تطبق على بعضها البعض قوى الجاذبية، وإنني قد شرحت ذلك في فيديو اسمه كيف تحدث الجاذبية وما هو الجاذبية، سأترك رابطه في الطريقات. الأخوة المشاهدين، هواة وطلاب علم والجميع، الموضوع بسيط وليس كما تعتقد وتتصور بأنه معقد وصعب، كلا، ولكن يحتاج منك فقط القليل من التركيز. الكتلة أو الجسم، سواء كان إلكترون تابع لنواة ذرة ما أو كوكب تابع لنجم ما، لا يمكنه أن يتحرك ويدور من تلقاء نفسه، بل هناك مسبب. نعم هناك قانون السببية دائما موجود. إذن ما هو المسبب؟ في هذا الشرح ستعلم كيف يحدث هذا الأمر، وبكل بساطة فقط ركز في الدقائق القادمة. حقل الجسيمات الأساسية هو المسبب، وهو المسؤول عن كل هذه الأمور. كيف ذلك؟ الجسيمات الأساسية أو المادة المظلمة هي المكان أو هي الفضاء، ولكننا لا نراها. الجسيمات حجمها صغير جدا، أصغر حتى من حجم الإلكترون، وهي تشكل حقلا أساسيا في الكون. انظر إلى الفيديو. دعنا نزيل المادة المألوفة من الصورة، نزيل الذرات، وهذا يعني أننا سوف نزيل الكواكب والنجوم وجميع الأجرام. ماذا ترى؟ ظلام دامس لا شيء سوف تراه. أنت سوف تقول لا يوجد شيء، ولكن في الحقيقة يوجد شيء. توجد جسيمات عيناك لا تراها، لها كثافة متساوية وتشغل كل نقطة في الوجود وتشكل المكان، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع رؤيتها بشكل مباشر. وأقرب تشبيه مثل المجال المغناطيسي، هل تستطيع رؤيته؟ كلا، ولكنه موجود ويستطيع التأثير على المواد، ولهذا السبب تم تسمية هذه الجسيمات بالمادة المظلمة. ودوري بهذا الموضوع كوني أعمل باحثا في الجسيمات الأساسية، سوف أشرحها لك بطريقة تسهل عليك فهم هذا الأمر. الجسيمات الأساسية لو نظرنا إليها عن كثب، سنرى أن كل جسيم وبينما هو يسير أيضا يدور حول محوره، وسنجد أنها مركبات يمكننا تلخيصها لمركبان فقط. وبما أننا نتحدث عن عملية الطرد المركزي، سوف فنختصر المركبان إلى مركب واحد فقط، وهذا المركب وكأنه جسيم يدور حول محوره. فإن نظرنا إلى مكان ما، سنجد أن جميع الجسيمات في هذا المكان تدور بنفس الاتجاه وتسير بنفس الاتجاه أو في نفس البعد، وهذا هو حقل الجسيمات الأساسية. ملاحظة، في الفيديو نحن نرسم لك طبقة واحدة من الجسيمات، وفي الحقيقة هي طبقات، وذلك أسهل لنا في الرسم. دعنا نلقي نظرة إلى مكونات الذرة بدون تفاصيل. مركز وهي النواة، وإلكترون يدور حول النواة. الآن سوف نضع المركز في حقل الجسيمات الأساسية، فماذا سيحدث؟ في الحقيقة ستحدث أمور كثيرة، من بينها سوف يدور المركز حول محوره. والآن قد علمنا ما هو سبب دوران الكتلة أو المركز حول نفسه، وذلك بسبب تفاعله أو اتصاله المباشر مع حقل الجسيمات. النقطة الأولى، واحرص على فهمها. الآن نحن علمنا أن المركز يدور حول محوره بسبب اتصاله مع الجسيمات، وهذا يعني أن الجسيمات هي التي تقوم بتدوير المركز. لو نقوم بزيادة سرعة الدوران المحوري للجسيمات، سوف تزيد سرعة الدوران المحوري للمركز. ولو نقوم بتغيير اتجاه الدوران المحوري للجسيمات، أيضا سوف يتغير اتجاه الدوران المحوري للمركز. باختصار، نحن نتحكم بالمركز عن طريق الجسيمات، أو نقول إننا نتواصل مع المركز عبر الجسيمات. النقطة الثانية،
عندما يبدأ المركز بالدوران أيضا تدور الجسيمات حول المركز، وتكون سرعة الدوران المحوري للجسيمات مختلفة في محيط المركز، بمعنى أنه كلما نبتعد عن المركز تزيد سرعة الجسيمات في الدوران المحوري حتى تصل إلى سرعتها الأساسية أو نسميها سرعة بلانك، وهي إحدى ثوابت بلانك الكونية. وأيضا كلما نبتعد عن المركز تقل سرعة الجسيمات في المدارات حول المركز حتى تصل سرعتها في الدوران المداري إلى الصفر. هذا يعني أن وجود المركز في حقل الجسيمات في ذلك المكان صنع تغيير على حركة الجسيمات ومسارها وعلى سرعتها الدورانية. أكرر، يعني لو نظرنا إلى محيط المركز سنجد جسيمات تدور حول محاورها بهذه القيم وتدور مداريا حول المركز بهذه القيم، وكلما نبتعد عن محيط المركز ترجع قيم الجسيمات إلى القيم الأساسية واتجاهها الأساسي. وهناك تفاصيل أخرى لكني ذكرت لك فقط ما نحتاجه لهذا الشرح. النقطة الثالثة، عندما بدأ المركز في الدوران سوف تحدث له جاذبية. بالطبع سوف تسأل كيف تحدث الجاذبية، هذا موضوع آخر يا شباب وإني قد شرحته في فيديو مستقل، سأترك لك رابطه في التعليقات. ربما بدأ الأمر يصعب عليك، لا تقلق، سأعطيك النتائج بدون تفاصيل. عندما نضع مركز في حقل الجسيمات سيحدث التالي: 1. سوف يدور المركز حول نفسه. 2. وسوف تدور الجسيمات حول المركز. 3. وتنجذب الجسيمات إلى المركز. خلاص انتهينا. الآن سنضع كتلة أخرى في حقل الجسيمات، وبما أن قطر هذه الكتلة أصغر سوف نسميها تابع، وهي فعلا ستأخذ دور التابع. وبعد وضع التابع في حقل الجسيمات أيضا سوف تتفاعل الجسيمات مع التابع كما تفاعلت مع المركز. لو سألتك ما هو الفرق بين تفاعل الجسيمات مع المركز وتفاعل الجسيمات مع التابع، الجواب لا يوجد فرق نهائيا إلا إذا كان موقع التابع داخل نطاق جاذبية المركز، وبالطبع سوف نضع التابع بقرب المركز. ماذا سيحدث عندما يكون موقع التابع داخل نطاق جاذبية المركز؟ أو نقول ماذا يحدث عندما يكون التابع بقرب المركز وبعيدا عن وضع القيم ووضع العلاقات الرياضية، مع العلم أن الرياضيات هنا ممتعة وسهلة. نتابع ونكرر السؤال: ما هي الميكانيكية التي سوف يسلكها التابع مع الجسيمات المحيطة حول المركز؟ ما الذي سيحدث للتابع وماذا سيحدث؟ الجواب: سيتعرض التابع لدفع مداري، يعني يتعرض لدفع جانبي أو نقول يتعرض لدفع أفقي على عمودية أقطابه من قبل الجسيمات التي تدور حول المركز، وهذا يعني أن التابع سوف يدور حول المركز. نتابع، وهنا أريد منك التركيز. إذن العملية أو المشهد كالتالي: مركز يدور حول محوره وتدور الجسيمات حوله، وأيضا تنجذب الجسيمات إلى المركز باستمرار، وهناك بين الجسيمات جسم كبير اسمه التابع أيضا يدور حول نفسه وحول المركز، ونجد أن التابع يتعرض لجاذبية المركز ولا يستطيع الابتعاد، وبنفس الوقت لا يستطيع المركز جذبه حتى الاصطدام. والسؤال المنتظر: لماذا لا يستطيع المركز جذب التابع ليصطدم به؟ الجواب: لأن هناك اصطدام آخر بين الجسيمات في المدار. انظر إلى اتجاه مسار الجسيمات التي تدور حول محيط التابع، ستجدها مع عقارب الساعة هو نفس اتجاه مسار الجسيمات التي تدور حول محيط المركز أيضا مع عقارب الساعة. الآن في هذا الموقع بين التابع والمركز انظر إلى اتجاه مسار الجسيمات التي تدور حول التابع، ثم انظر إلى اتجاه الجسيمات التي تدور حول المركز، سنجد أن الاتجاهين متنافران أو متصادمان. يحدث اصطدام بين مسار الجسيمات التابعة للمركز والجسيمات التابعة للتابع، وكلما حاول التابع الاقتراب أكثر تزيد طاقة التنافر. نحن الآن نتحدث عن سبب حدوث طرد مركزي، وهذا يجبر التابع بالتراجع بعيدا عن المركز بسبب هذا التصادم، وهذا هو السبب الوحيد والرئيسي الذي يمنع سقوط التابع في المركز، وهي التي تمنع حدوث الاصطدام بينهما. فكلما يقترب التابع إلى المركز تزيد طاقة التنافر أكثر بين الجسيمات. نوع أو اسم هذا التنافر هو تنافر مداري، لأن التنافر يحدث بسبب تنافر الجسيمات في المدار. وكما ذكرنا قبل قليل تزيد طاقة الجسيمات في الدوران المداري كلما نقترب إلى المركز، والعكس صحيح، ولا يستطيع التابع الهروب أو الابتعاد لأن جاذبية المركز لا تزال مطبقة على التابع. ثم يرجع أو يبتعد التابع إلى مسافة أو إلى موقع معين يحدث فيه تعادل بين طاقة التنافر المداري وطاقة الجاذبية. هذا الموقع اسمه مدار التابع،
وهكذا يبقى التابع عالق حول المركز يدور، لا يستطيع الهروب عن المركز ولا يستطيع الاصطدام في المركز. فسبحان الله الذي صنع هذا التوازن. هناك أسئلة كثيرة، مثلا ماذا سيحدث عندما يتواجد تابع آخر؟ فما الذي سيحدث لموقع مدار التابع الأول؟ وهناك أسئلة أعمق، مثلا من الذي يحدد طاقة الجسيمات حول التابع أو حول المركز؟ هل هو القطر أم الكتلة؟ ومن هو الذي يحدد شكل الطاقة، مثلا المجالات المغناطيسية أو الكهربية وأمواج كهرومغناطيسية وجاذبية وقوة نووية؟ وهناك المزيد من الأسئلة المشابهة والرائعة جدا. في الحقيقة لدي الأجوبة على كل هذه الأسئلة في هذا المجال، وإنني قد تتبعت التفاعل للجسيمات من أول صف على سطح المركز إلى الخيط الوسطي ثم إلى الماء لا نهاية. وهناك كثير تغيرات عندما تتواجد عدة مراكز لها نفس الخصائص والكتلة، أمور رهيبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ورائعة. بالنسبة لهذا الفيديو سأضع لك الرياضيات كنسبة مئوية في الوقت الحالي في هذه الصور، وفي حال طلب الجمهور كامل العلاقات الرياضية لعملية الطرد المركزي سأنشر ذلك. كان معكم الباحث في الجسيمات الأساسية أحمد أبو مالك الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.